مائک میں بولو. سورۃ فاطر پارہ ومن یقنط. جی بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. یہ سوال منزل نمبر 4 پارا نمبر 15 سورة سورة بني إسرائيل میں سے کیا گیا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حسب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. یہ سوال منزل نمبر 6 پارا نمبر 25 سورة الدخان میں سے کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله
تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. شباب 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 بدا كذلك وهو صدق الله صدق الله ان شاء الله صدق الله العظيم. بہت اچھے بیٹے تھوڑا پانی پی لو بیٹے ایک اور سوال ہے اپ سے تھوڑا سا پانی پی لیجئے پانی پی لو شاباش 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 بیٹے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يا سوال منزل نمبر 5 بارا نمبر 21 سورة العنكبوت میں سے کیا گیا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها والله میں ملا کے پڑھا بیٹا اگر آپ کو وف کی عادت ہے تو وف کر لیجئے آپ. لا تحمل رزقها الله يرزقها اس طرح پڑھ لیجئے شاید آپ پڑھ لیں گے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. حسبك بارك الله فيك.